حضروش ما حضرت. أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما يلي 45 برميل سعة 60 لتر من مادة البنزين بمجموع 2700 لتر، 55 برميل سعة 60 لتر من مادة المازوت بمجموع 3300 لتر، جهاز ثريا مركبة نوع تويوتا هيليكس، شاحنة صغيرة نوع سوكون، شاحنة بسهريج نوع ماجيريس، مبلغ مالي قدره 145 مليون سنتيم، بالإضافة إلى وسائل أخرى تستعمل في هذا النشاط الغير مشروع. كما أسفرت العملية أيضا على توقيف 11 شخص.